واحد بيقول ابني ان شاء الله وعشنا سوف يتخرج من احدى كليات النظرية كلية التجارة هذا العام، ومتعلق من الناحية العاطفية بزميلة له في الكلية وبنفس السنة، وقد طلبت هي وامها منه ان يتقدم بعد ظهور النتيجة مباشرة الى ابيها للتعرف، وهذا طلب غريب جدا للاسباب الاتية: واحد، كيف ينسب وهو ليس له دخل ثابت؟ اثنين، كيف ينسب وهو امامه دخول الجيش؟ ثلاثة، كيف ينسب وهو ليس امامه عمل ثابت؟ اربعة، كيف تطلب الام هذا الطلب مجرد ان حاصل على الشهادة وابنتها ايضا؟ وكيف توافق الام على مثل هذا وابنتها تكبر امامها هناك اكثر من 7 سنوات ليتمكن من تحقيق طلبهم الخطوبة؟ اذا كان مش قادر يخطبها طب يتعلق بها ليه؟ ما يسيبها في حالها تشوف رزقها وتشوف حظها وربنا يبعت لها واحد يقدر وما يكونش وراه جيش ويكون بيشتغل ويكون ليه مرتب. لكن ابنك يفضل متعلق بالبنت مع ايقاف التنفيذ ازاي؟ قل لابنك يا عم، مش تلوم ام البنت هي ليها حق، لكن تلوم ابنك انه متعلق ببنت وما عندوش قدرة على التواصل.